بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيت الضواتني السقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسوة الرباب والقناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. وعن أبي بشر قبيسة ابن المخارق الهلالي قال السحابة وحوري: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. السحابة كان قبيس المخارق من ربني هلال أها وويل السحابة كتشري وويل وضي ودأوين أيو أها لعذوين دور أه أي أسقي صبرها دحمري تروين فربضاً وأنا فربضاً مركنين هذا حكم بضاً والنبي سؤال خاص ويديوها ما لما ما كم بدأ أي النبي يمد عليه الصلاة والسلام مركز النبي الله هدوا وإيلي لفي اللدبة والنقلاذي حمل يقول وهر مري مركا وحان ربي لها إن إيد برت الدعاء كدعاء يستو أنت أصلاً أو إيمد أن صعدك أصوا قلي مركز النبي وحي كل يدهرت أنت أنا دعاءك كبارين صعدك هذا أنك هذا الشيء كي كل قال مالك هذا قصة بحيلة هذه إيماني سي جيت كستوت صومرتو يا دعك كستوت صومرتو يا دوبك كستوت صومرتو شيء مخلوقة أو صومرتو أنت مدافر بقوة دين مشو والنبي الله محاجرة روح مركو علم الدين الطونان يا أصعده مال والبو مرا ومخراتي كعيسى دم دافنا ربك هو ودينيس ورطاكو بشار يسود كل كان كومي هو احد والبو مسلمه او كا تغا ميل او ميل اذا انو عشر كسو دغيستو اما دين كسو فائدهيستو جيدها درتا غوري هذا اتصمر انسان دادر عماراتك دم داف ربي دين ويديني مركا روحو مساله دين انو سو كورسدو مسجد مدرسو سكول غوب لو هيون علم دين تاسورتك بشارة سودة. أما الدعاء ده دعاء ربان كبار يا قبسو مركز دعاء سين سوحات لذا: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأنزل علي من بركاتك. أنت كدعاء سو إلهي وح أكتاد يا الله وح كاوي ديستي الله يغش بفضلك هذا الله ونحرست هذا يغرو شيء إله بركات كذا فرب بدن وحي قسي أنت كنت عايز سويد صحابي قاوا يقصون بدن بنا بيجا سكر أحمري مرق قصنا أنه وحي أهيد قليو تلك يا يقربيه أي سوق بصدي ليك يحول فرب بدن أسجب كأوجاس نمو يكوايل نمو أقعد هنتي هنتي بنا بيجا أقوي مد إن أكل ما يستو صبنا مرق حقوي دين لا تشوك أنت أوكي من يجيل الزكاة أها أما وحي آت قادي أصوت من تردن بأنو كاب بحنين أما وانو كا عاوينين الله بدأ سنة بقول الشيخ إما إنا كوضا سينو وحي أدون إيسيد نغو تميد وان كاب بحنو قانت أصو قادي إيو إنا كا عاوين مسألة دي وي مسألة دو يركو النبي مركا وشو شرحا يبو وحديث كان كياني وحول سحابيكو تحملت وحانتون كأوريتي حمالة قان ودرن يقاد وحي ديغا اي خولا اي روحو تنكو اورتا اسون جلين ادو مادن جلين وحدي لو وله ما ان اد مسلمين تا اصلاح اي وناق دخديرت دغتو دخو يهشيس او ديغودا اد كلا بدباديسو وحي هانتي تنكا ادو سارتا حمالدا ليدا تحملت وحان تنكو اورتون قاتاي حماله تن قام بان قاداي فاتيت رسول الله رسول كلاه بانو ايمت اساله انا ويديسنيا فيها في دواتي أضيه جن وسبية في ذا أي بها أي بسببها عذب المرأة في هر وكله أسأله نبي رسول ويدي سنة ينو يقع ويوم يقب حيا قانتس أي فيها أي بها بسببها حمالة درت يدبن أقول إمتدن كلا نبو مركا أقول ماني من نبودي وبالمناسبة عربتنا رغم وحيقولها يعني في الجاهلية والإسلام نينكو هدوها انتقو سنقادي كارين او قادو تنكو أردو قبن ما درت يا مسلمين أتكلم بدباديسيد أما برشية بيل أتكلم بدباديسيد وحا أو قاد إنتو دونو هلا إكاد هرتو يكو أماني تري
rag rag dhalay baa tahay, nin dirac baa tahay, rag loo baahna goob goob u dhashay si fiican baad yeeshay, horta la odhan jiray. Maxaa ku waalay iyo waxaadan qaadi karin, maxaa ku saaray iyo reehebal maxaa kaa galay, hadday isxaaq ahayaan iyo hadday isnoolayn adugu waniyo maxaa afaaraha xamaysan aqoonin, hadday gaala ahayaan iyo hadday muslimiin yihiin. Horta ninku waa lagu ammaani jiray, waa gobonnimo, waa diricnimo, adugu waxba haynin inaan tad mas-uul iska dhigtay xilkas tuunka boqol halaad, laba boqol halaad, shan boqol halaad u soo ridato, hadhowna muslimiinta adax kacdo waa raganimo. Markay ku ammaanaan kadib bay haddana hantidu qaado dhan ka bixin jireen, iyagaa bixin jiray iyagoon eegaynin yuu yahay ninku iyo mareehebalba hawlu taalla maaha, qoysku u yimaadaba xoolaha waxbay ka siin jireen ilaa ay ogaadaan inuu qaanti uu bixiyey. Ninka noocaasa soomaalida waagi hore daranyaqaad bay dhihi jireen, had laakiin daranyaqaad ma jiro, waa nin walba yakistiisa, nin walba yakistiisa iyo howlihiisa wey. Faqaala subbaan wuxuu ihi aqim nagow xataa ta'tiina sadaqa, ilaa ay zakada noo timi, xoolihii zakada ilaa la keeno bal nala joog. Wa fanaamura laka aan ku amaro biha ay bisadaqati, sadaqadii baan wax kaa siinaa, geelkii zakada, geelii zakada lagu siin, waa lagaa bixin howlaha adduunka u soo ridatay. Markuu nabigu hawsha u ballan qaaday iyo wuxuu haddana u sheegay su'aasha bannaan iyo taan bannaan buu nabigu u sharxaaya. Uma qaala subbaan wuxuu ihi yaa qabiisa qabiisow, ina almas'alata baryadu, aadama in wax la weydiisto laa taxillu, uma bannaano ilaa liaxadi thalaathatin, saddex ruux waxaan ka in uma bannaano, barya iyo wax keena bini aadam saddexun bay u bannaan tahay inay aadamo kale weydiistaan. midka koobaadi rajulu, nin wey taxamala, tunka u ritay, xamaalatan, qaan tunka saaray, oo fii riwaaya iraadata alislaax, shardi weeye taxamala xamaalatan iraadata alislaax, qaan iyo xoolu tunka saaray isagoo doonayo inuu ummad ku heshiisiiyo, ummad dhexdooda wanaag uu dhigo. faxallad lahu almasala, tuugsiga iyo xoolo ururinta iyo su'aasha u bannaan ninkaas, xataa yusiibaha, ilaa uu helo qaantii uu tunka u ritay, ilaa uu helo. uma yumsig, intaa kadib su'aasha waa joojinaya, boqol halaad bad qaaday, malyan baad qaaday, laba malyan, dadka waad ka qaaraaman kartaa ilaa aad hesho qaanti aad soo qaaday, waxaad ku guddo, markaad hesho shilin dambe inaad ku sii darto xaaraan buu kaa yahay, laguma ogolo. inaad ku daba daarato ood meelaha bannaan buuxsato ood fiid soo hodo lama ogolo. hawshaana way ku badan tahay hadda soomaalidu, wadaadihii bay soo gashay, wax badan baan ogaa. waxaa leeyahay umulisiy, umulisiy nin weyn baan leysay, waxay og yihiin oo ma sheegaan. ninka labaad wa rajulun weynin asaabatu, ay haleeshay, rajulku waa halqabsi, afgobaagsi weeye, rag iyo dumar waa isku mid. wa rajulu, nin weeye, asaabatu, ay haleeshay, jaa'ixatun, ibriso, mariso, balaayo marisa hantidiisii, saddexda meysi baa kuu xaraysnaa, adhigii dhowrka boqol ahan baa aruur saf laga maray, weer baa intuu galay habeen u fakaday, yuu neefba ka reebin, qolyaaba intay soo duuleenbaba kaa dhaceenba, xanuunkii adhiga baabi'inaya furuq baaba ku dhacay, neefba kama fiigin. waa hantidii oon balaayo aan la filin ay ku habsataa jaaxda la yidhaahdaa, ibrisi iyo mariso wey, taasoo ijtaaxad baabi'isay maalo hantidiisi baabis, hantidiisi oo dhan bay ibir ka dhigto, waxba aysan ka tegin. ninkaasi marka waxa weeye, haddii waa nin dhaqnaa ama geel ha lahaada ama looha, nin dhaqnaa buu ahaa, dukaamuu haystay, waxbuu shaqaysanayay, halmarun baa lagu habsaday, dukaamihii baa gubtay, bankiga wuxuu yaalay baa lagu kala tegay. ninkii hebel ahaa ma maqashin, hee maanta waa mucsur baa la yidhi, ninkii qaniga ahaa ee tanaadka ee taajirka ahaa maanta waa loo qaaraamahaya. ninkaas jaaixa ku dhacday waa musiibo lafajabis ah, oon lagu talagelin, oon laysii ogeyn, ninka hadda waa in la garab istaago, loo gurmado. faxallad lahu almasala, su'aasha ninka u bannaanaatay, xataa yusiiba, ilaa uu helo qiwaaman min cayshin, qiwaaman min cayshin, wuxuu isku taago nolol ah. qiwaamkuna waxaa looga jeeda waxa baahidaada qaybaha u daran awda ee ku filaada. qiwaamku waa kifaayada aad soo marteen, kafaafka aad soo marteen weeyaan, isagaa sheekhu sheegi doona, waa wixii ay taladaada ku taagan tahay. guri uu markaa kire iskaga, wuxuu kire iskaga bixiyo, meeluu ku asturaado, wuxuu dabka ku shito,
هذا هو القوام وان قاردنا او القوام عفوا حتى يصيب الى وهله قواما من عيش وحن نوله دبر كيسا يبير كيسا توسية باهدي سنة كفي أمضا وكذا أسطرات أو قال أما نبي وحن يلي حتى يصيب إلى وهله سدادا من عيش وحن نوله نفتي سا وكؤوده باهدي سا وكؤوده سداد كي قوام كوا اسكمل ما يسد فاقة المرء أو ما تقوم به المعيشة وحن نفتي سا وكؤوده نفعيش ليك توجين حو تقانيوه فكيس هذا ما يشمل يلا مصيبة أنك كل عضي وحاول ربان ومضى وحصار لحقلو وليجا كتو جستو حتى يصيب إلى وحلو قواما من عيش أو حتى يصيب قوا سدادا من عيش سدادا من عيش سداد كي سداد كوي كردوني لا معنى كردون بيلي وحن الله نفتي سو وكعليه نين كاسي مركا أصنعوا بنانتاي نين قان سوق عضي يهنتي فربانتون كأسر ريتاي أصوا المسلمين كو إصلاحين يا إنه قارانك أرصدا أبنا إلى أهله هنتيد أتونك صوصارة نينك الله بعد نين إسكرقنا أو نبت قبي وإلى إبلا يكوها بست حريص إبريس أمريصي كان سؤال بأبنا إلى أهله وحنفتك عشده كصدحات ورجل وهي كصدحات أصابته أيها لشيء فاهقة مع أولي أباهي أباربا بدعذي أباربا بدعذي حتى ويكل الدوين حوله سو سعودين بيسكت لما عدين سو شقي سنة يو سعودي بيبر نقدين با مساد كيف قالي سيد قليل ريو قوي هي بلاو مساد قالي كل يوم عند وامح يا وش يدي وينك آه وش هو كله ودينك مساد قالي مساد كسو صار إلي ريو كونفروت كنك مساد كسو صار قالي ما يوارك مساد كيف قالي محل لغة صار يقولي لكن وحوي شيء ذا ninkii macaluul ibaahay bu masaadka la galo meel uu istaagay wuxuu ku madadaashi wuxuu ku mashquula ma lahee bal wax ku dardaro oo shaqo u sameeya marka way kala duwan jaayixad iyo faaqo way kala duwan jaayixadu waa adoo iska dhaqan balaayo markuu uga habsato waa taqaanaha tii minna waxa weesaa iskaga shaqeysanayay sidii xoolo dhamaadeen shilin meesha ha khasaaro ha socoto in dardarirtay in oroday in fududay iska noqdeen gacmo ma ka soo taagatay abaar baa ku heshay ورجل نوى أصابت وإيها شيء فاقة باهي باهي شيء إيو صبول لم يوم عسكر باكو يقصو باهي حتى يقول إلى إيده هدان ثلاثة صدح من ذوي الحجة من ذوي العقل ذاتك قرادك أو صاحبك صدح عنين أو قراد له أو قرش له اللو سهل لقرنا على مرة بقياس تيسية قيمين تيسة نوى حق قرانا إياه صدح عنين أو حق قرانا إيده هدان ومن قوم تلكي تلكي محلوله وحق قال قولي أنك أورق من أضوء إسكدر أكسن بفقيركم موذيا ويحكو قصد قيزانا سيدي وادو اللي يشكي نين قولي أنك عصد الصومالي لكن كين يجو كم يضو إسكدر قان ياسيان قرح سنين وغساق عن ليفل كيسين بوس ولا بيست نين إسكحيرو ومسكين وحقو إسكاه يستاو حقو صد قيست وما جريبا لي أدوانك محور وأن وايه لباهنا وكم وقتا قولي ربري وحل الشيء يا كلا نينك وحل لقى قاضي قارن كلا ويدين أما مساجين تأي ويدين يا كلاين لك الجرنا يجوا مليان دير راه ده كوينه كلا سوعين هنا الجرنا هاي سيد مساجين تو خوص وفيلات هذا اللي كنا كحر تسوقاتي مساجين تأذو مليان دير والأمة دي مساجين تو أجو يسود جنب يسوم مشكلة ما من قوم وامحي نمانك كل شيء المعذير تحكت هذا هيان إن هذا حيلي كرتو إن هذا فقير تا إن يبايع كويس أيجا أك ذلك كافك حكت هذا ما هي أما قياس خلطن بيكاب بحين أيان أما طيب بحين بيكاب بط بدين أيان صد حنين أو جرال أو حجالة داء هذا يلا نين كيف لها واعر توبي وام عسري إن لو جرمد أباهن يا إن لكالي أباهن يا مركا أيضا سؤال شو يكون بنانتاي محيي أورنايا لقد أصابت فلانا هبل وحاه شيء وكهب ستي فاقة صبول لم يفقر نمو فحلد له المسألة نك سؤال شو بنان حتى يصيب إلى وهله قواما وحتوسيو من عيش نولا أو مقاص بن حوري حتى يصيب إلى وهله سدادا وحنفت وكعشذو من عيش نولا نبي حرف ما سواهن صدح ذا وحان كاهين ومن المسألة بريا بن آدن يا قبيصة قبيصة سحت بولوي سحت حاراوي يأكلها وعنيه
صاحبها كي توكسدي أما بريي سحتا أيدو بولي وحارانا. رواه مسلم بحديث كوري. الحمالة بفتح الحاء حاد ولا كربه أن يقع وإن دعا قتال دقال دعوية ونحو يوحي لميضو ليس دقاح توره بين فريقين لبضف أما لبضنع وفيصلح فيصلح وناتي وإصلاح رحده وبينهم رحض إنسان آدمي على ما لهانتي يتحمله وتنك أردنا ويلتزم ونفتي سساري على نفسي نفتي سساري ورم حاتك هيسان هيبل هيبل بان هيبل بين قد مقتها النصي أما ديك ولا قربه ميقو ميقاني لبنن لبب قلوا هلات أنا ديك تقاناني حبدو تشوجية كالفوريست إلهي نكعب صد تنك أردت مسلمين تكأر رنكرا قارانكاس والجائحة صوماها الآفة وآفية بلايو تصيب مال الإنسان هذا ما هنتي سكوها بسنيس والقوام أو القوام صوما بكسر القاف وفتحها هذا والله آخر آية قوام يقوام وأسلمي هو وحوي ما يقوم به أمر الإنسان هذا ما هن لو شو وحي كتها أنت يبقى قوام كام قوام كلا هذا أو من مال هنتي والنحو وحلها المال والسداد بفتح بالكسر السين سين كله هوسجو ما يسد حاجة المعوزي معوزي باني يقرأ معوزي ممكن لو كذا صحة شكلها الحركة صح ما ومعوز أي الفقير هي الفقير المحتاج بمعوز كلا إذا ذا من أعوز إذا افتقر ما يسد وحي أو ذوي حاجة المعوزي أي حاجة الفقير المحتاج روح فقير كباهن وحي معوزي باني يقرأ صواب كنا واهيه معوزي منك إن لقدوا دفانت وعنك الله ويكفيه كفلا والفاقة الفقر فاقنا صماء واباه إذا معلوش والحجان العقل وي. حديد كان مركز هذا وين أيوك قتقي سحابك صاحب القصة ما هو إنما يكت مدبا الليدي إنما يكت اللي أصدق يكت مد مسألة ففانتنا أصدق الله قيها لقصة ديسي واجدا بآد بهوش أقول لك مجري ما لما الماء كان بدا وحاوي مد نمانا يقرابيهن وقاران أروري مركز الحقات قاران كورنيسان نيكي هبلها أو أروستي بانكالينا حرور دايس كتحبيت سين ماي واسي ديبال لي حديث كانوا أشيغي نبي محمد ما هذا كهر ويقول أنو قان تنكا أسورتي وقاران أروساني وحركوت نبي قصيدة سؤالي حديث كيف أقول علي وحوري هبل وانا قاننا وحكم في لمبو هايستا نفنا ما هايسو منا أرثانو ودرنا واقبا وحكم عز قال قرنا ولا هيبول قر كنا إن لو توكسد ما بنانو شيل الإنسان ماي صعدة حال يروح حتى أضي ويل وسقى سنجرة وأنا أقاس ريرات باتريبني هلال وحير قاران إن الله كان محد كديد معصيه وضاب المعصيه وكل من ما يرضى يسكتها سكلا يقول ما القاسي سعيد هكذا ويجد من مركب آد وحديث كأول رقم بشري لأنه صدق له مسلو في رنية هنا ب بلا يكوها بستي نين وحيستو معصري إيوه نين درن يقاطع صدق له وحن كأهين سؤال شيء لي ما دام حتقنا إيه وصحت يأكل يأكلها صاحبها صحت مصعب شو يستم أدو صحية وصحية مركب دنك على غفيري تفاصيل كلها تماد لكن حديث كيف طبقه سحابيكم مرة ضم سلادة فهمه رد أم بكرة جاهية وحكي فتشين كرنا متجره إن دليل كلامه كان ستموي مرك باش على إسكا إلى عليه إذن مسألة دعاء مسألة كوباد وننك الدرن يقاد يباهي مسلمين الصوغ أوده هي دين تقاضي سؤال شو أوب النارايد وحولهم مرك هوز جليين أدلة جوننا إسكاله نيو والبود دن مسلمين أتاعن هل خاص سوق عليها waxa laga hadlayaa xaraanta ka waa adiga wax ku qoseeya ama muslimiin abaar baabii sidada taagan Soomaaliya Kenya Ethiopia waa lagu baabay wad ortii baahidaas muslimiinta abaarta ninku istaagay umada qaranka ku ururiyo ee waqti ku bixi ajruun buu keelaya ajruun ayuu keelaya tanay lama tahay idan hatta hadda inta reer baaba ahaayay aad دايما أقاضوا بابور أررتوا ديارة أررتوا الرشين كدر جسود أبارتا كبح سمركوا الروب كده صدن كان مليان يكو قشي وانا قورن كتحقق ولدان نقو أرس حتى هدان ديدنا نان دوجه هدا كوبانان
inaad nagu jihaado nalayso ilaan lacagtaa dhiibno xaq u bannaan wey. Maxaa yeelay markii abaartu dhacdo muslimiintu gaajo u dhammaanayaan inaan badbaadinno oo wax aan hayno dhan iskugu darro iskugu geyno waa waajib fardu cayn wey calaa alaqniyaa. Aqniyadu hadday bixin waayaanna in lagu jihaado jihaadka gaal lagu qaado kala dawaada fii sabiilillaahi shahiid baa bannaan ma aha masale sunna sunna hadda goorna waan ka hadlay waad fudaysanaysaan ma aha masale sunna muslimiinta kenya iyo soomaaliya ethoobiya ku baaba'aya ee abaartu baabi'isay in la badbaadiyo waa fardu cayn cala alaqniya nin walba oo shay farad ku noqdo ku waajibay diidoo bixin waayana muslimiinta waxaa waajibka inay xoog uga qaadaan hadduu diidana beerka xabadka ka dhufanayaan xoolihiisii markaa qiimeynaya wixii ka go'i karay qaadayaan waa masale diineed ma aha masale kaftan aad fudaysanaysaan wadaadda masaajidkiisa isma soo dardaa la yaabaysaan waxaa bannaan he taanki intii laidin soo kaxaysto in xoog laidinkaga qaado yaa madax laga dilaa waa sidaa marka usha ogaada masaad moodaysaa maxaan muslimiin ku nahay waala ku nahay haddaan markaan naf baxayo aadan biyahay nafta igu celinay maben ma isu sheegaynaa maxaanu waala ku nahay markaaan macawl u naf baxayo haddaadan biyaha afka igu qabanayn adiguna aad daaca qurmaysood hoteella waxaadna ku cuni taas islaamnimo maaha iska ilaali mase masale sahlan maaha idan masaa'ilka laga hadlay waa su-aasha adiga ku khaaska ee saddexdaa midna ba aan ahayn baa laga hadlay oo xaarana mooyeen wixii dan guuda muslimiina xukumkaasu baa leeyahayba wacan abi hurairata radia allahu tacaala canhu ana rasuula sal slam qaal laysa almiskuunu ay almiskiinu alkaamil waa inagu soo marray ismu jinsiga haddii la idlaaqo yuxmalu calaa alkaamili laysa almiskiin ay lmiskiin ma nabigu ma diidano maskanada inay jirto ma diidano oo masaakiin dhoobanya adduunka laakiin miskiinka dhabta ah ee sharciga agtiisa ka ammaanan ee mudan wax lagu sadaqaysto nabigu waxa weeye buri alladii midka cafwan laysa almiskuunu miskiinka dhabtaa ma aha alladii midka yatuufu ku wareegaya caanaasi aadamaha tuugsanaya dawarsanaya taruduhu luqmatu afgelis uu soo celinaya waluqmatan laba afgelis halkaasuu iska dawarsanay waa qarafaysanaya wixii loogu rido waa arkaya waa iska socdaa waa ninka waa nin shaqaysanaya xoogsanaya watamratu watamrataani xabad timir ama laba timirood ku qancaaya walaakina almiskiin miskiinka dhabta ah waxaa weeye alladii midka laa yajidu aan helayn ghinan wax ku filaada ghinan filaasho wuxuu ku deeqtoomo oo dadka kaga deeqtoomo ma helaayo ghinahaasu yuqnihi deeqo ku filaada walaa yuftanu lahu lana dhowroofi mahayo lamana dhowroofayo lama dareemayo baahidiisa oo faytasadaqa calayhi lagu sadaqaysto oo faytasadaqu calayhi lagu sadaqaysto waa baahan yahay wax ku filan ma helo waa miskiin faqiira lana dareemhayo waa iska saliidaysanaya qamiisbuu iska soo dhaqanaya waa iska shallaysanaya saliid laba boqol shilin ka soo bixiyo madaxa ku jiidanaya safka horu iskaga tukan waxaa lama nin dhaqanon gaajaana nafta ka goysay dab ma shidanin wuxuu haya ma jiro ninkaasaa mudan in wax lagu sadaqaysto walaa yaquumu istaagi mayo tuugsan mahayo fayas'al annaas dadka uu wax weydiisto oo uu tuugsado muttafaqun calayh xadiidkan waxaan ku soo marray baabkii 33aad baynu ku soo marray nabigu miskiinka dhabta ah ee sadaqada lagu bixiyo ay ta kale ka ajir badan tahay waa ninka baahanaha ee dhibanaha xaggana baayisi qarsanaya xaggana aan la dhowroofaynin oo maangaabku iyo indhermagaratadu aysan dareemaynin dadka noocaasa xertay ku dhex badan yihiin masaakiin asturan bay ku badan yihiin waa in laga warqabo kuwan xoogsanaya guryayba dhistaan baryaha dambe say u wadaan guryayba ka dhistaan waa niman akoonno u furan yihiin imbesubu wataa iyo muxuu ah lambarkii wax lagu shubi jiray ya bay guurisay bay bil bay wataan bay dhehe waa niman xariifiyo shaqaysanay masaakiinta asturana dhammaanaya ka warqaba oo ku gacannaqa ku ilnaqa u naxariista باب جواز الاخذ من غير مساله ولا تطلع اليه ومهم جدا امامك هذا كسو هادلي سؤاشي ان بنانين اي حارانتا اهيد كسو هادلي وينو كهادلو اي خولها اي مسلمين تو كسيان ما كو كو بنان ما سو كو بنانين ادون ويديسنين ني والكا خوغو كو ديباي نيمد قرابتين بخوغو كو ديباي ميد صاحبتين مسلم كلو اسلامي كو سيا كو ديباي maxaa kuu banaan maxaa soo kuu banaanay baabu jawaazi alakhdi xoolaha in la qaato inay banaan tahay min ghayri mas'alatin su'aal la'aan weydiisan la'aan adoon weydiisan haduu ruuxa ku siiyo in la qaadan karo walaa tatallucin ila adoon hunqal taagayn
adoo leh hebel kaasi muxuu leeyahy gacanta jeebka geliyo. Haddii ma ogtahay baryo qalbiga iyo mid afka iyo mid isha jira, adoo ninka aan baryin wuxuu asagoo kuu gartay waad qaadan kartaa. Midda ayadaa marka wixii hanti ah ay muslimiin ku siiyaan adoon weydiisanin xaggana aan u hanqaltaagaynin way bannaan tahay. Ma ahe waa waajib in la qaato, ma ahe waa sunna la isku hayaa. Saddexdaa madhab baa ku jira. Hanti kastoo ruux muslima uu ku siiyo ama qani noqo ama faqiir noqo, wuxuu ku siiyo adoon weydiisani uu kuu garto intuu doonaba hala ekaado. Inaad qaadato waa waajib. Culimada ku tagay adilo cadcad bayna daliishadeen. Nin waxay dhahay may waa sunno in la qaato ood ka qaadato, in lagu celiyana waa karaaho, inaad ku diidana waa karaaho, waa inaad ka qaadato. Nin waxay dhaheen waad qaadan kartaa waadna ka tegi kartaa, waa jaa'is, waa waajib iyo waa sunno. Saddexdaa madhab baa jirta. Bal aynu eegna hadda madhabka wujuubka ama istixbaabka ayay sunnadu taageeraysaa. Waa sunno in la yidhaahdaan xoog badan, in la waajibiyo sax ma aha. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أبي عبد الله بن عمر عن عمر أبيه ود عمر ولي أبيه أوه يباز دبات قويس بركة يسان اسكرد. قال وحول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لك وحوه يعطيني كي إسية العطاء هنتبو إسين شري سيسمو أما في أما غنيم أما حولك ونبي إيقرتي يعطيني وحوه إسين شري العطاء. وحان نبي كتبت إن عمر يكسو سنن كانت كم مرتين in nabigu cumar u dhiibay zaka soo ururi yidhi jaha u dara wuxuu orod caamil noqo zaka soo ururi. Zaku soo ururiyay fara badan madiinuu keenay, xoolihii buu nabigu u xisaabiyey, intan waa geel, intan waa adhi, intan waa lo, howlihii buu dhan buu dhambeeyey. Kadib buu cumar iska dhaqaaqay galab dambuu nabigu u yeedhay cumar xooluu siiyey. Wuxuu nabi allow xoolo ma qaadanayo anugu, maxaa yeelay ilaahay baan u soo shaqaystay, ilaahay darti baan u soo shaqaystay, xooggayga allan ka iibsaday, ajir baan doonahay, anu xoolo ma doonin. Xuur maanigu maana kuuri ii shaqee, mise muslim baad u shaqaynaysa, muslim baad u shaqeyn, idan waxaa annagaa kuu garina qaado. Maya nabi wuxuu yihi dad iga baahan sii. Nabigu wuu la hadlay, wuxuu yihi waad khaldan tahay, wixii adoon ruux weydiisanin xaggana u hanqaltaagan in lagu siiyo aqbal, mana diidi kartid. Sidau cumar ku qaatay. Qisadaa way jirtaa, waa xadiid madax bannaan wey, tanna waa tu ka duwan oo madax bannaan. Kaana rasuulullah yuciini, wuxuu isiin jiray alcataa, hanti buu isiin jiray mararka qaarkood. Fa aquulu, waxaan odhan jiray acti nabi allow sii hantidaani man huwa afqaru ilayhi minni, axad iga baahi badan sii. Man duul huwa asaguba afqaru iga baahi badan minni aniga ilayhi ila lmaal, xatahaani hantidaani axad iga baahan baa badane nabi allow sii. Fa qaala subin xuri khudhu, qaada warka joojiya, qaada hantida. محاج النبي الله إذا جاءك من هذا المال شيء هنتذا بن آدم قد وحكا جي مادو وأنت غير مشرف أظن أهن قلتاقين ولا سائل ويديسنون برينون طوقين فخذوا قاضوا فتمولهم ما ليسوا هنتكرقوا هرت اللوري هرت ملكي كعنت قلي وأن قدوا ميدي فتمولهم ما ليسوا مركز لوري اكتو هذا خيارنا ama dheefso intifaacsa adigu danahada khaaska ah ama sadaqayso. Laakiin horta la wareeg, ruuxi muslimka ku siiyey kala wareeg. Sidaa u fahan baa le masalada cumarow jooji hawlaha kale. Wali cabdullahi mubaarak markuu raggii culimmada ahay u biili jiray hantida u dhiibo, ay dhahaan waan haysanaa, xuuna jiray istaciinuu biha fii xawaa'ijukum, war danihiinna fara badan u kaalmaysta. Maxaad noo siisay dan adduunyaa badan, mid diineed baa badan, mid aakharaa badan, u kaalmaysta danihiinna sadaqaysta, ahalkiina siiya, miskiin kaloo anu waan ogeyn sii siiya, xirow kale siiya, aniga igu soo celinay, maxaad igu soo celinaysa? Idinka igu weydiista masnaana idin garta. Tiiba nabigu u sheegay khudhu, qaado horta. Idaa jaaka min hada almaali, hantidan bin aadamka haduu kaaga yimaado shayun wuxuun, wa anta gayru mushrifin ay mutatallicin ilay, adoon u hanqaltaagayno maa lagu siiyo, wakaasi maxaa la leeyahay saa aan lahayn. Haddii min allahi uu kaaga yimaado oo adoo iska sii jeeda wadaadku dhabarka kaa taabto, jeebka kuu geliyo, jeebka ku xaji, aashaa soo celinini. Walaa saa'ilin, xaggana aan weydiisani. Fakhudhu, qaado. Fatamawluhu, hanti ka dhigo. Fa in shiita, intaa kadib hadaad doonto. Kulhu, cun, dheefso adugu nafaqayso. Wa in shiita, hadaad doontana tasadaq bihi, sadaqayso, la baxo aakhara geyso. Wamaa laa,
sidaa waxaan ahay wamaa la sidaa waxaan ahayn ood ku qaadatay hanqaltaagid ama aad ku qaadatay su'aal falaa tutbicuha raacinin nafsaka naftada ha raacinin joojowey ha raacinin abadan iska joojowey su'aalaha weydiina anuu hanqaltaagin qaala saalim wuxuu yidhi riwaayada muslim famin ajli dalika kaana cabdullahi ibnu cumar buuri riwaayada muslim baa sidaa ahayd سالم بن عبد الله وحوري فكان عبد الله بن عمر وحوها لا يسأل أحدا شيئا روح بن آدم وحموه دي سنجرين هانتئه ولا يرد شيئا أعطيه شيء لسينا مدي دي جرين لو هذا دارين كان نبي قصوه ما آدم وحموه دي استوى ما لا ويهدي هدي وحلا سينا مدي دي جرين طبعا كاسو لها نبي محبا هذا كل هذا دار ما هو شايدا قصة أيضا مركة عمر تابتي أصول وكل رقم جري واجد تنبه aad baa ugu dhaqmi jiray nin la oran jiray Cabdullaah ibn Sa'di ayuu khilaafadii sayidina Cumar buuxu u diray inuu muslimiinta kharaaj u soo ururiyo iyo zakawaad hanti badan buu keenay Cumar buu u keenay uu kala wareegay Baytulmaalkii buu geeyay hawsha buu xisaabiyay maalinka dambe uu yeeray xuri intaan iska qabo xuri maaya ibn al-Khattab ilaahi baan xoogayga geystay aan waxba kaama doonahay aniga adigu kuma shaqaynine allaan u shaqeeyay عمر وحول الكالي مسألة كام مقنطة أي قلة الفقه يسون كقبانني أنا هذا كور يقول عيسو فري سويد كذا أتشي جسنا هذا كور إنتان سمي بوصوبان ودك هاي الراعي أنت ذا قاضو تنا أنا كقبس وقات سنة كي أبار طب أن أيرد على خلاف ري سيدنا عمر عام رماد الله يقاني ee muslimiintu baahi badan ku dhacday ee abaara aan waligood arag Umar soo maray iyo muslimiin aan waligood soo marba xilliga Umar dhacday Hijaz iyo Najd iyo dhulkii Sham ka soo rognaa iyo Iraq oo dhan baa lagu rogmaday waraaq buu ku toogtoogsay sayidina Umar si aan bin aadam u gurmanin buu u gurmaday sayidina Umar taariikhda ay gashay wuxuu sameeyay ilaa uu ka dhaartay hilib inuu cuno oo uu ka dhaartay inuu subax cuno oo uu ka dhaartay uu baabo Cumar maradiis uu qabi waayo lafow noqday iyo ludo dhan baa dhamaatay wacdara taariikha ayuu sameeyey sayyiduna noqotay khalid ninkii saxaabiga ee masar jooga amiirka ka ahaa masar oo wabiga niil intuu fatahay beero badan la tabacay reer masar barwaaqi ku jireen iyo waraaq ugu joogjoogsan marka lagu dhamaanayo xijaaz iyo najd lagu dhamaanayo iyo shaam qayb ka mid ah iyo ciraaq qayb ka mid ah waraaq buu jizo wuxuu yiri waa inaad si degdeg u soo gurmato waxaa jira waad maqashay وسوجا والسحابي العاصم من العاصبة الأورجري عامر من العاصبة يسكو قيسا يمسر يبني أميوها محسوسته وسوجا وحوري يا أمير المؤمنين دور بري كذب وحاكو سوجا يعني بصدر يا بري أور راشين يا بديعو در يروني سارا أو رتك قدام بيمرك مصر تشوغو كأوهر ريادو كل تشوغو كل يصور أورا والحساب واي ألف ألف بعير بلا شيء هذا المهم رتيق قدام بين مركو مصر كسر دقائق يو هري وحو تاجنا مدينة تاجنا مدينة مال لجي أورتي يا بدي عادي وذين الرهاشين كبال لواي سيدنا عمر مركو وافرعي خد برد يرو طارق شيء بتشيدي دي بل تعرضوا كسي مشغول ما هي أورتي بوحو يلي أيوة الصيد وضع أم وحبل لجر ريبن ريم بدنا قاب كل هوش وذبح اللي سيدنا عمر حور نجد بالغو بابا آية أماش هذا أي إن سلمان كو حارة هي كو كاتشا هي رولك أن هذا قسيم يبريد يرياض يكو تالو سوما قرن يسر رولك أول مسلمين تي نجد شوقي بابا آية بول مركو وحان ربا أورت سي أسعط إن ري نجد لوجي زبير بو يرى حور عيدن كانوا قابي زبير حور أنا هولا كلا كجرا مقادي كرا زبير حور يرمض حتكا اسكتشوك بولي طلحة بن عبيد الله يبغي رجع هرور دقيد الربع لأن يرى له مدي بكانتنا يضع نين ما ملو أقاسمه وضي وضو القاد الله الربع طلحة وعنور دارتي أصوح مدي دينه سحابي كلو قلي بإنه أبو عبيد دابا نوم ملايني هذا ما حسوستي أبو عبيد سانج علي أبو عبيد هو قاميه سيقا أبو عبيد الحكو يلي أورتن رضا مركات كاردكتو ختو البقويس إيسو ساربور رين نجدو أدن صرر حقيقة هو كين مدينة هو كين inuu badbaadiyo rabaa uu ogaado meex waxay calfanayaan hortiisa day dhamaan hortiisa ku dhamaadaan mas'uuliyad weyn aad dareento waxa la sheegaa 5000 oo ritib u direen najdi 5000 oo ritib u raran qoymeeshay 15000 bay ahaayeen sidoo noqotee
aw reenajdi ka badan buu duro hanti ay bada casaarada dhar iyo dhuniba wuxuu yiri markay calfadaha ka soo tageen qoys walba reenajdi ah hal rati isoo saar buu madina ugu keen wixii inay soo guuraan diida ritiga wuxuu yiri horta waxa saaran ku wareeji labo ritiga u gowrac buu yiri qudhigiisa u gowrac ritig buurna masar ka yimid oo kursunta leega u gowrac buu yiri saantiisa kabaha ka dhigteen lafihiisa iyo luddiisana mid ay cunaan iyo mid ay dareerintaan iyo mid ay dufan ka dhigtaan ka dhigteen abaarta ha kaga baxeen buu yiri kadib markay ritiga dhammaystaan wixii hurtigu waday marka har yaraysteen reenajdi kala badh buu soo raray abu cubayda oo madiina uu keenay kala badhna awrti buu u qalay sidaba abaarta kaga baxeen abu cubayda hawsha markuu soo dhameeyey cumar aad buu u farxay hanti badan buu u diyaaray abu cubayda ore qabo abaalgud weeye cubayda culi maya adiga kuma shaqaynay buu cumarow allaan u shaqaystay iskaga carar meesha cumarow culi maya yaan kaa hoos bixin xadiidkan uu xujaystay xadiidkan uu xujaystay muslimiinta aad badbaadinayso wujuubka kaa saaran baa anaga iga saareen seen wax uga qadanaya buu abu cubayda war sidaa ma ahe oo waxaanu ku garanaye waana diinta nabi maxamed qaado yiri sayidina cumar saas ugu dhaqmi jiray gobonimadaas iyo dareenka iyo dadnimadaas loo baahan yahay marka dhibaatooyin ku dhacaan muttafaqun calayhi mushrifun ay bishiri lmucjam waxa weeye ay mutatallicin ilayhi aanu hanqaltaagayn aan qoraansanaynin arimihi masaladu axaadiis badan baa ku timido nabigu sal alay waslam wuxuu odhan jiray cumar markuu ku yidhi nabi allow arugu ilaahay baan u shaqaystay oo darilaa baan u shaqeeyay adduunya ma doonin adina iga daa wuxuu yihi innamaa dalika can ilmasala wuxuu yihi nabi allow adigu yidhi maa bini aadam waxba la weydiisan karo waxaan lagama qaadan karo nabi wuxuu yihi kuma dhihin anuu ha tuugsanin baan ku yidhi ma wax lagu sii diid baan ku yidhi ma subano alla waa in la garamee ma ogta nabi wuxuu yihi innamaa dalika can ilmasala wixii aan kaa reebay tuugsi buu ahaa fa amaa maa kaana min hayri mas'alatin fa innamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayk wixii laakiin su-aal la-aan iyo tugsi la-aan kuu yimaada waa calaf rabbi kuu soo kixiya qaado xadiidkii khaalid bin cadiy aljuhani waxaa ku jiray isagu man balagahu macruufun can akhiihi ninkii tabiino iyo kaalmo iyo wanaag walaalkii ka soo gaadho min hayri masalatan isagoon weydiisanin walaa ishraafin nafsin naftiisan u hanqaltaagaynin falyaqbalhu ha yeelo walaa yaruddahu yuusan celinin fa innamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayh idan culimmada odhanaysa waa waajib xadiidkaasay ku dhageen walaalkaa wixii kaaga yimaadee wanaaga iyo kaalma iyo taakulaa adoon weydiisanin xagganaan u hanqaltaagan nabi wuxuu yihi waa in la aqbalo waalamru lilwujuub bay dhahe walaa yaruddahu yuusan celinin waa nahyi wanahyu litaxriib nabi wuxuu isku daray amar iyo reebid aqbal hana diidin wadahyi waa waajib halkaas iyagu istaageen idan xadiidkaasna hawsha waa ku jiraa macluushaahidku marka waxaa weeye su-aasha unbaa reebane wixii halkaa kuu garto gobonimada waa in laga qaato haddii markaad waad u baahnayn cid kale sii sii masaakiinta fara badan macaaribta fara badan ahalka fara badan adugu sii la sii bax baabu alxasu cala alakli min camal yadi waaltacafufi bihi can isu'aali waaltacarud lilictaa wuxuu baab yahay alxasu cala alakli in laysku caraabiyo oo laysku tirtirsiyo laysku guubaabiyo inaad ka cunto ood ka biilato min camaliyad gacantaada waxay shaqaysay yacni xoog gaada gacanta waxaan laga jeedaa waxaad aada shaqaysatay inaad ka noolaato oo maciishadaada aad ka raasato fadliga ay leedahay waatacafuf bihi lagaga dhowrsado camaliyadkaas adiga xoog gaada iyo muruqaada cani su-aali baryada iyo tuugsiga waxaa kaloo ku jira oo laysku caraabin waa tacarud lilictaa iyo in loo bambaxo sidii wax lagu heli lahaa meelaha ilaahay wax kaa siiray ayadna fadliga ku jira inaad la timaado iyo asbaabteeda qaala allahu tabaaraka wa tacaala faidaa qudiyat isalaa salaada haddii la tukado jumcada iyo salaadaha kaleba fantashiruu filaada dhulka ku dhaqaaqo oo kala socda nin walba danihiisa ha jirsado iyo dantiisa ha qunsado wabtaquu dalba oo raadsada min fadli illahi ilaahay fadligiisa raadsada fadliga la raadinaya la dalbayo jamaaca min asala waa cilmi bay yidhaahdeen salaada jumcada haddii la tukado cilmiga doona oo dalbado waxbartoo dhaqaaqa wey oo jahliga ka baxa oo diinka barta wadaadaa ku fasiray waxaa irsaaqad raadiyo dhaqaaqa walidaalika jamaaca min asalaf waxay odhan jireen maalinka jumcada ah niska hore dukaamaha ha la xidho shaqada ha la joojiyo
fajarka marka la tukado oo adkaartaad aad dhammaysataan oo salaatu shuruuq tukataan sunnatu shuruuq oo ninga wuxuu calfan kara calfado masaajidka loo kala yidhaahday salaatu jumcada tuko markaa tukata kadib dukaankaada furo ganacsiga iyo badeecada dhacda bacda salaatu aljumuca waa la barakayaa bay dhihin toddobaatan barako ayaa rabbi geliyaa oon ganacsiga kale ku jirin ma wanaagsano maalinka jumcada waa feesta xawaalida waa xidhan yihiin dukaamihii waa jumca la shaqayn maayo hawshaasi waa ilabdarrowi joojiya warka asaga maalmaha usbuuca maalin fasax oo feesta ah muslimiintu ma yaqaanaan dhaqan saxaabana maa dhaqan salafna ma aha nasaari yuhuud baad kaga dayanaysaan iska ilaaliya yuhuud iyo nasaar maxay leeyihiin yuhuudna maalin axad ay dhahaan waa nasanaynaa waa shaqa ma jirto nasaarana ay sabti yuhuud baan rabaa cafwan nasaarana axad bayna waa nasanaynaa idinku maxaad tiraahdeen jamcaha anagu nasanayna xagee ka keenteen ya yuhuud waxay dhahan sabti waa noociid o dhaqaaqi mayna kristanna maxay dhaahdeen axad baa noociid oo idinku maxaad tiraahdeen baaba idinka horeyna jumca anagu noociid oo nasanayna shuqul kuma laha islaamka hawshaayada joojiya shaqooyinka u badan maalinka jumcaha la qabsado shaqooyinka u badan waa maalinka u baraka badan dukaamaha markaa salaada jumcada tukataan ood salaada ilaahay ku baridaan ood habaysataan fura ummadda u shaqeeya adeega shaqaysta barako badan baa la gelinaya walidaalika ciraaq ibnu maalik salaada jumcada markuu tukado wuxuu odhan jiray allaahuma innii ajabtu dacwataka wa adday usallaytu fariidataka wa tacaradtu lirisqika farzuqnii min fadlika wuu odhan jiray markaasuu dhaqaaqi jiray afka isagu u buuxu soo laban jiray casarkii maqribkii ilaah wuxuu yihi ilaah waxaan yeelay dhambaalkii dhawaqaadi baan yeelay oo ahaa salaada hal aado idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumca fascaw ilaa dikri illah salaadina waan gutay waxaanana tiri markaa salaada la tukado dhaqaaqoo irsaaqad raasada waana dhaqaaqay allow gacantida wax soo geli waxaa leh weligaa isagoo marama soo laabanin ciraaq ibn maalik min kibaari taabiciin waad garanaysaa yacni maalinka jumcada ah ganacsiga bacda aljumca uu ka khayr badan yahay midka kale sabciina ma raydheen salafku yaan la fududaysan hawsha ayada seexashadana joojiya dhaqanka yuhuudi nasaarana iska ilaaliya ruuxu usbuuci maalin uu yar nasan lahaa wax qabsan lahaa dana khaas hadduu ku aadisto oo firaaqaysa ay ku soo aadan maya culays malaha laakiin la beegsiga lala beegsanayo nasanyaha iyo fasaxa kulligiinba sida yuhuudi iyo nasaaradii waa jumcada waa hawl khalad ah walidaalika sheekh muqbil ibn haadi alwaadici raxmatullahi tacaala calayh yaman waagu damaaj daraasada ka waday maalinka jumcadu u daraasa badnaa khilaafan lilyahuudi waanasaara ba odhan jiray yowmu cutla in laga dhigo oo la nasto waa idabdarradii yuhuud ay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunku abuuray kadibna maalinka sabtida ayuu nastay markuu ku soo daalay abuurkii hawlihii waa dhaqan yuhuudeed ilaahay wama masana min lghuub iska ilaaliya caadada yuhuudda iyo nasaarada ha ku khaldamina waxaaba inooga daran kuwa dowladda sheegan oo islaam sheeganaya yaa jumcadana waxay ka dhigan maalin shaqo sabti iyo axadna waxay ka dhigan maalmo feesta ah oo xataa ruux mushaarkiisi loo qoray imaaraadka bilaabay carabtina way ku socotaa hawshaa iska ilaaliya yaa maxaa diri sheekh jaamacow adugu horta sidaa su-aal deelqaaf le maxaad u keentaa jumcaa baan ka dagaalamay khamiis yari maxaad igu weydiin hadda yaa way kasii daran tahay way kasii daran tahay وعن عبد الله بن الزبير عفوا عن ابي عبد الله الزبير بن عوام الاسدي قال صحابي وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم متكي انه قاتو احبله جمع حبل وجمع قلاه احبله حركيس انه قاتو متكي انه حركيس او قاتو ثم ياتي الجبل قوق او تغي بوره حابه لا سو غرتو او فياتيه او لا يمادو بحزمه حقل او من حطب حابه calaa dahay tunkiisi dhabarkiisa ku soo qaado oo fa yabiica uu iibiyo suuqa ka iibsado fayakufu allahu biha rabbi uu ku awdo uu ku difaaco wajigiisa canilmas'ala tugsi uu wejigiisa kaga difaaco ayaa khayrun la uga khayr badan
من أن يسأل الناس هذا كأنه وحودي صوته قصده أعطوه سيئة أو منع أديدابا أما هديدنا ما سيئنا وحاكور دانتا حركة هذا قاضي فاس كذا دور كإلهي أفف حابة صغره صغة كين إيبسو وحيات كهشو قدنا قدو بنادنا كغمارا تاسكور دانتاوي سؤال بن آدم أضو تون كسيد الضمير كحابة قصو قرطو إيبسو يا نبي دانتاوي لأن يأخذ أحدكم كأنه قاطو أحبوله جمع حبل حرق سوى جمع قلاء ثم يأتي الجبل قوة هذا جبل دوحة ونلوش هذا ماشي حافظ الله قصة قرطية قرية وفيأتي أولي ما دب حزمة حقل يعني وحال صار الله قضاء لذا حزمة ومن حطب حاباء على ظهر تنكيس أو قصة قضية دبر كيسة فيبيع أو إيبيه فيكف مركز إبسان محارد عادي فيكف الله ربي وكد دفاعه بها حقشي أو إيبيه حافظه وجه وجه سبر كيسا روح مسلم كاو سؤال إيو توكسي لو وجهك قدير ما هي وكجبت بعده يا خير الله أجوان أقسم من أي أسأل الناس ضدك إنه وحودي صوته قصده أعطوه سيئة أو منع محودي ذاب رواه البخاري لأنه تقصد وجهك هذه آد قر حيزه وجهك قدير ما حقا نحب أي سن كسين باب ودعي كرتو بضم با إلى بريان ضدك بخيل ما لقى سوت تاجي مركا إن أتقوا بني ما كن الله تكون أقسموه وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم متكين صحابة قرطه حزمة حقل على ذلك نبر كيسي تنكس وكسو قره أيا خير له أغوان أكسن من أن يسأل أحدا آدم إنه وحوديست روح إنه وحودي لأن يحتطب أحدكم متكين صحابة قرطه حزمة حقل حابة على ظهر دركي دبر كيسا وحصال لو قاده قرب كيلا دعنت بحصال لو قاده ليلا حزمدا ايا خير لو هو وانا سمنا يسال احد انه احد ويديستو الدنيا فيعطيه مركا اوصيه ويمنع ما وديده او ما قصيا ما كوديدو ما هي السؤال شي ما بنانا وي اذا نينكا فقيرك نينكا فقيرك لكن شقي سنكرا سؤال شو مو بنان تيم سواك حاران ومسألة فقهية الأسكهاي وحنا لو بدنا الراجحة على مذهب الإمام الشافعي إن حاران كتاي فقير بات وحما هي شتت لكن إن حوق بدن أو حرفض أو كشق استلاتاي أو صوصا رنكرا مانتا هذا سوق قالوا بيلك صوصا رنكرا إن حوق بدن لكن أن شقي سنكرين باكر حرفضها ماشي كتير ربما ما بيقان دير لا فلم ملا عيل لا شباب ملا قيل الراع ملا حسابا فراه لا قسم هي افك لا دجرتا نينك نوع عاس سو كما هلين وا لا هليا وا فقير لكن و انو شقيستو اودا شقدانا نولش سو كفليس نينك اسغا انو توكسدو ودك خويدي سو ما بنانا وا حاران هل مسالون باي كسور من فقهاء نينك فقير كا اي شقيسن كره هذو كم مشغول سن يا واجب كله واجب كاسو أسقى واجب كا إيه شق وسكيني كرن مركين وضدك حوديستو لبي لنا واجبة كطلبة العلم سيدا حرت وحبرنا جدين كوحبرنا وفقرا مثلا لكن وشق السنكرة لكن شق ذي سمكيني كران إني دينك إلهي برتان مركا أيضا إن لبي له المسلمين تكور قبان وحتى هذه وحوايان أي وحوي ديستان أمد ويو بنانتا علماء هو شامورا كما قبان لكن انتو بحكوا ناكسن إن هذا ما كافتونت وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حوها لا يأكل كانعون إلا من عمل يده قعانته سوحي شقيسين موييني وحكى لما عونك نبي الله داود وحوها الرسول نبي بوها حق أن بقر بوها ملك الدنيا قعانته اللوك قليي وشددنا ملكه واتقرنا إيسا أيضا السيداتها مؤقلين دولدها هانتيدي يدي بيت مالك دي بنقل وحكا استعماله أساقا فرياما أو حسمين جري عن بربريتك وألنا له الحديد عن بربريت بو سمين ايا و ايبين ايا تاسق كبيان جري دولة ده هانتي ده دان عانت ربي اقلي بقرطوية ده وين بلايين تايزة ما تابنين دان هكالي مسلم تو قوة اما اصوحوا بين الله اساقا سمين سان ايا
hamburbureed buu samaynaya suuqa lageyn waa la soo bin wixii ka soo buxuu xaruurtiisii naftiisa ku biiri jiray hantida dowladda uu iska ilaalin jiray iyadoo u banaaday sharcan in uu baahidiisa ka qaato كان نبي الله داود وحوها لا يأكل إلا من عمل يده وكان يعمل الدروع عن بربريدية الله قد قال لما يلقى شدو يسمين شره رواه البخاري إذن أن بيدي وسيدة أيها إلهي أبني يهدنا وحكا قل صنعين وح أيها أي شقي استئني على الفضاء وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري كان زكريا نبي الله زكريا صون وحوها نجار إنجنير بوها injineer guriyaha alwaaxyada hawlaha sameeya najarka waa taqaana waa arrika alwaaxyada ka shaqeeya ee guriyaha dhisa ee doomaha dhisa ee weeyaan rawahu muslim nabi law daawudna muxuu ahaa hee biraha ayuu tumayaa waa xadaad biraha kala shubhayaa yaani xirfada iyo waxa mihnada ah ee banaan sharcan naftan su'aal kaga baajinayso waa shay qiimo badan oo wanaagsan laakiin anagu aaf waxay naga dhacdaan Soomaali nahay xirfada wanaagsan baaban caayanaaba aadamuhuna nin walbo shaqaysto gacanta wax ka qabto way ammaanaan way dhiirageliyaan way ku tirtirsiyaan way ku amcilaa uu noqdo ninka adduunka u qiimo badan laakiin anagu wax kasta waxayna tari lahaaba si loo caayo hebel waa kan hebel waa kan hebel waa kan shaqadii baa la caayahayaa ninkii sameeyna waa la caayahayaa kadibna magaca waa lagaa dhigay qabiil baaba lagaaga dhigay marka dambe weligeen marka xataa sakiinta iyo irbada iyo maxaarka iyo mudaca waa un soo ergisanaynaa waa soo waaridaynaa xataa ma samaysan karo gaal intaan bay kaalahay nabiyullaahi daawud wuxuu ahaa birahaas wax ka samaysan jirin daawud nabiyullaahi zakariyana najaar waa injineer alwaaxidi hawlhaas ku fiican wey dugsiye iyo macaahid baa kenya ku yaala laga barto faryaamada laga barto sancada gacanta laga barto wiilka haddii qur-aankii lagu kari waayo oo waxbarashada uu keeni waayo oo uu noqdo mid carro imtixaan iskuul iyo madraso iyo midna lagu kari waayo intaa kaxaysaan iskuullada farsamada geeya hayda anficee mid waxaa jira sidiisuba hawaayadiisa maskaxdiisu waxbarasho kan lagu karin laakiin isha iyo faraha macalinka noqonay kaasoo kale waqti laguma bixiyo ummaddan laguma lugeeye intii intuu ku tukanaa la baro oo juska camiya tabaaq laga saxo safiinatu salaad iyo safiinatu najan loo akhriyo geeya dugsiyada farsamada geey injineer fiican buu noqonayaa fundi fiican buu noqonayaa wadooyinku dhisaya ceelashu qodaya alaabtan ifaysu xirahaya waa loo baahan yahay dadko dhan culimmo noqon karaan iyo macalimiin nin walba hadii la qawdhabiyo oo la wanaagsan qasab macalin ku noqoto una soconinna maxaa lagu sameey si kale looga faa'iideeyaa waajibaadka fardu caynka cilmu lxaal marka la baro hawlaha kale uu qaban karo alla sameeyo loo diro rawahu muslim wacayn limiqdaam macday karib radia allahu tacaala canhu an sal slam qaal ma akala axadu طacaama qatu khayra min an yakula min camali yadihi suubana wuxuu yidhi ma akala axadu axad ma cuno ma calfado طacaama raashiin iyo calaf qatu weligii khayran ka wanaagsan min an yakula inuu cunoo ka calfado min camaliyadii gacantiisu waxay samayso soo saartay xooggiisun baa loo jeedaa ama xamaasho ama gacan waxa ka sameeye wuxuu isagu shaqaystayba oo dhididkiisa laga wadaa wa ina nabiyullaahi daawud wuxuu ku alqabsanaya walaalkii daawud oo weliba boqor ahaa oon baahiba u qabin xataa inuu xoogsado wa ina nabiyullaahi daawud nabiyullaahi daawud kaana wuxuu yakul min camaliyadii nabiyullaahi waa ogti labtirkiisu rawahu albukhaari waad ogtihiin qabl alislaam wuu shaqaysan jiray maruu ari raaco xeeala ka qaato iyo lacag ka qaato iyo maruu ganacsado shaam u safro ayuu ahaa waagi dambe ilaahay rasuul ka dhigay barakeeyey nabi wuxuu yidhi meesha anugu waan ka shaqaysan waan aqaanaa wajucula risqii taxta dhilli rumxi irsaaqadaydii waxaa la geliyey bacda nubuwata warisaala hee gaala iyo nijaas wixii aan ka soo dhaco nimankaa ilaahay ku kufriyay xadhigga rabbi gooyey yaa xoog looga keenaya xoole musunta ku noolan lahaayeen alghanaa'im ولذلك الشافعي وحيد هانتي هانتي دو وحالا شان وحاوي الغنيمه حولم بني ادم على الفضوع عنه وحاوي وحالا شان غنيمه ده. لماذا هذا يسال اوغو حالا شانين ارساقدي علف كنبي محمد لغما دغين وي
hawsha ninku nagu khilaafana malagii baa galay annaga shaabicnu uga khilaaf galan wadaad oo dhan ay ku qasban yihiin inagu raacaan limaada nabiy illahi maxamed ilaahi wuxuu u doortaa laba xaalo midda u sarraysa yuu u doortaa yaa ku xiga waxaa ku xiga shaqada ugu wanaagsan ee ku xigta waa maxay wali waxay dhan waxaa weeye ganacsiga wali waxay dhan maye waa beerta waa beerta waa ganacsiga howlaha la isku hayaa xadiidkii odhanayay baa lagu xoojiyo camal waxaa u fiican wixii gacantaada aad ku shaqaysato wa kullu bay'in mabruur bay wadaada ku dhageen المهم بعد الغنيمة وحدها قليلة لكن بيعه وكا أقول بدن بيعه هولا بدن بولي غشي خيانه دقر ظلمي ربو بلايان لقى بدبادين وليو كما أنت تشوغ أسوى بامتحان كلابا سلف كعورنج نين صرف لا قوري جيسا بيا لقى ما عبو قوري جيس هوس كيسانا قرح لقى ما هرصده لماذا ها صرف لا ربا كما بدبادين لهي سيدنا عمر يا عالم جوغانو سوق انتي مران او نين ولبو كو غنصان اي ويديان كالا وي امتحان جيرين عمر يا علي سوق اي تيجي جيرين مال مال تلك كان كالي مسائل البيع والشراء وحكو ويدينيا شروط البيع اركانتي سمحو كو اصح محابريه ان ان كي دها سوق كا ساري جيرين مهاجره المسلمين الحرام عنسينيسا سوق تخربيسا بقالها مسلمين تافينيسا وانا تقانو كتاب البيوع فقه المعاملات البيع والشراء وين لقوا اخريه مو صعوتان وحو يسو دير حو وما كذا شبكار هقل ويهوشين وسقنا انه محابنا محابنا اسوي دين ميزا اسكدا بيعي صرف كو رسول صرف وها محي شغل لغا غنعصدو او صرف كليده ما جرتو لانه وحيد سمينين هي bad ku jira he nimbi ku jira qoyaan iska ma dhowro maqashay sarif le riba kama bad baadayo ama indhaha isku qabto ama ha kala qaado sarif le he iyo riba waa ishayaan way un kala fiicayeen way un kala dadaal badan yihiin mooyele baasha la iska ilaali dad ganacsanaysan meelaha kala gala beec kala dukaamaha iyo dharka iyo dhuniga iyo xisaabaha kale iska gala guriyaha iyo hawla badan baba sarif oo waliba aydan aqoonin baabu riba oo todobaatina dhowr albaab ah iyo shubahaadkiisa aydan garanayn in iska ilaaliyo rawahu al-bukhari ba xadiid ka wari baabu al-karam wal-jud wal-infaq fi wujuhi al-khayr thiqatan billahi subhanahu wa ta'ala wuxuu baab yahay al-karam gobannimo wal-jud deeqsinimo والإنفاق وحلق بحيو في وجوه الخير ودوينك خيرك وحلق بحيو ثقة بالله تعالى أضوء الله كالصون قبل نمدو يجودك وإسكاء قدوين السخاء والكرم والجود والسماحة أفر تالفظ معاني إسكاء قدو بيليين ونسيك الحال ديريين كرم كان أوقيا مبادان إنك كريم كأه هدو وحيو adoosan waxaynin bari samaad xilli la baabay xilli abaareed duugaad iyo dirac waa dun wanaagsan yahay oo naf laga ma waayo deeqsuuna marka wuxuu hayo deeqaa oo wax bixinta kaliya ayadu inta badan u noqotaa way kala duwan yihiin ama samaaha wa hungri samida ruuxa la xajalada wanaagsan hebel wuxuu xajalada xun yahay suba taqaanaan waa ruuxa wax quulida wanaagsan wuxuu bixiyay kama daba tago ma sheeg sheego nin baa waa wuxuu ku siiyay kugu haynaa sidii kii reemiga ah ee walaalkii laxda u qalay ama wanka reerka xagee degan yahay meeshii aan wanka kugu qalay reerka xagee degan yahay waagii meeshii laxda aan kugu qalay war laxda aan dhahay maxay ahayd hebel bol waran waaga aan ku ku siiyay maantaan ka fiicnaa kunkii weligii sheegay ka waan guri xuya asmaax waa maxay waa ruuxa wax quurka wanaagsan wuxuu bixiyay aan ka daba tagin aan sheegin xataa markaad wada hadlaysaan aan ku dareensiinin inuu kugu leeyahay abaal iyo galad quliyo shaha kaama tajin baajir oo koobka kaa keeni oy ku qaban maxaa kuu geeyay
wadi faandin baro balay hawsha iska ilaali qala tabaaraka wa ta'ala wama anfaqtum min shay wahiad bihisan fahuwa yukhlifu allah idin gudaya war wahiad bihisan wanaag yaw matartan rabba idin dandabi badal bayd kasin khair qabawki kan wanaagsan wa qala ta'ala وما تنفقون من خير وحياد هنتي بحسان وناقة فلأنفسكم ونفتين إذن كأسكا قادوا نفتين أو قادوا ميلا لما قينين شلين كأي وحي يرى المسلمين تكا قادين أذال لقو قادي أذال لقا قادوا لقو قادي نا يقتر يقتر تي وحاوي ننك قرقضها وركي زوي أذال لقا تري لقونا تري لك هذا دو حسكر دارعين يسيقون حلقا قاد أذان كو قادنا آخران كو دقنا وحبكم أن نيد واكو عاوني إن النواب القدد يا واجب كو وما تنفقون ما بحين يسوا وما بحسان هذا المسلمين وراكسنتهين الا ابتغاء وجه الله اله درتئون وجه الله ان تريدني دون دون سن كلمه بحسان والنفي وبمعنى النهي والله شيغا وجه الله وحان كان وحو كبخينا اما وجه الله ما وحو كبخيسانه ما حد عليس اسك غدغيسان وح بخينته اما وحون بخينيسان وح يرو بخينيسان وحد بخينيسان هبدنا هيارادو مركو وحد ديبيسان اله درتي إني لها درت وحب حيانا على اسم ما صار روي وما تنفق من خير وحي هنتات بحسان يوفى إليكم والدين دنبيا السوق لما يستنوب بحر بيدين سينيا وأنتم لا تظلم أسوق حيدنا كدمين لذين لهن قاسرين بر والدين كرين والدين كبعين والدين بدن وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجر عظيم وقال تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم وحي عاد بحسان هيا هبطنا هذه الله وكور قبات همودين إلهي إنه شيل المال كم راي وحل برب وأقياي ونكاب الجذيو وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال الصحابة وحول لا حسد كما شمتشرت محبان كبول وعن مسعود رضي الله تعالى عنه أبي مسعود ما يلمية عن صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وحول لا حسد كما شمتشرت الله كنتو روح الله كنتو أو الله تمضيه اللي هبل وكل اللي يلاه هبلوا كل ما النقد اللي يرادوا مجرتوا إلا فتنتين لبا حالا ننكو سوغن مهير لبا حالا ننك اللغة هلو والا كانتا أما والا تمرية أما والا كانتا مثل كوبادي رجل وين آتاه الله مال إنه إله أنتسي فسلطه ربي وقصة لديها ننك أصغها على هلكة مال كأنه كبحي في الحق وما لها خير كبحي وأن أنتي لا هنتي سنه وحكم بحين ايام مالي خير مساجدي مدارستي مساكينتي باهنها مسلمك دبنها قرابتي اهلك بكم بحري هنتي سهل كاسا تقان نيغا ديوان لا جنتو الى وسوك لا غدغ لا يرادو نينك الله باد ورجل نين وي اتاه الله اوسي حكمه اي علما حكمه اي علم ربي سي وفقيه وعالم دين تيقان فهو يقضي بها امته كل حكمه حكمك الهي حاجتي حكمك الهي بتقول الحكومه كي يماده هبل وسداس وخلنت خلاص الاولى يسكبخي نول بحقي سبوسينيه ويعلم مدن وبريا لو اسكو درسدي القضاء بين الناس بالعدل ايوه تعليم الناس وتفقيهم لدينهم تدكو دين تلبرو لفانسيو وعيودي لكبعيو غراتكودي لتايو كور لو سو قادو وودا ونا كلا حكوميه لبدا روح با نبي مدن بوري ان la janto ama la kanto oo liya wax sida yihiin oo kale yaa ka dhiga xasadku waa inaad itra ilaahu nucud hebel way isugu soo wareejiyo asagana ka shub taaso waa haaran amma xasad ka banaani laga hadlay waa al-qibta kama shaa la yiraahdo asla suuda xasadka laba u qaybsan madmuum iyo mamduuh midka madmuumka ah ee caabaysan ee cambaareysan waa inaa ruux muslima nicmo ilaahi siyaad raado الله أنا قال لي وش وش بس قال لي قول رجيو حسدك بنانا وأنا ترى قال حول بضان له نعمة بضان له إله جب كسيو أنا وش وش رج وبنان تاعي حسد الكفار قال إن الحسد صم بنان لأن حول معيز تمارين خمر كعب كلاب ده كنت تجي أركز جدًا كمال لو إله إلهي بهاء معيز إلهي بكاتيو تكاد قبض نيوين مدحوين ايدي وترتم هيا كان يادا وركس ما يزال كو نوع عاصو حولي هاي السلام حيو سمين ايا كفر يا شرك يا قال لمي حمان بيقوة دين كلا يمتا كقدر ايا وحدي كرتان تاد الى قعوت الهي وكسو ورشي حقا ايقا اصلاقا ابر كردك وحيس
حاول بالله وشاب محمد أو شاز أو الكوتا لوي محاك من عندها العلم مسلم كفاسقة إيه أنتي يسمع سيء وكال ميزانية أصون ولا حس ذكرى هل كان مرقصارك أنتم سرورك حلو فتي سموه شيو يوشينكو هلاوة خمرو يبدرو ينجاز يدي الليسي بغتي بقود ما ينيا حال هذا إلهو كحولها كسو شو مساكيت حرتن كسو وريج وادي كرتا مسلم كفاسقة إيه أنتي يسمع سيء واستعماله ولا حس ذكرى قال شو بطين كافر كنا كباسي الدرن حسد كوا حسد بنان كان بنانين مسلم ك أن هنتدي سوء استعمالين إن يوناجز معصيه لما حسد كرا لكن وا ولا كمان كرا الله وأصوك على إجدك تيسنا أودا طلا مننا إسي ولا وران كرا معناه نذفانتين بيلاتا متفقون عليه ومعناه معنيه وحوي لا حسد راسي ينبغي وحها بون الله يغبط إن الله كمن أحد آدمي إلا على إحدى هاتين الخصلتين لبضع على موحا كان لغو كمن والله سبحانه وتعالى أعلم.